السلام عليكم، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه وسعاده يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم البريوات بواحد الحشوه بسيطه ورخيصه كما تنقولوا، كتجي اكثر من رائعه وكتعطينا واحد الكميه اللي هي كبيره، وكيجيو مقرمشين بالعجينه اللي كنت درت لكم في الفيديو. سمعوا ورقه صافي، كنتهناو من المشاكل ديال الورقه اللي ما كنلقاوهاش، وفي المدن صغرى ما كتكونش الورقه بزاف. المهم كنديروا حل لريوسنا. هادو هما البريوات من الداخل، كما قلت لكم كيجيو مقرمشين وزوينين حسن من الورقه ديال البسطيله. كنتمنى تشجعوني بلايك والاشتراك في القناه عالم سعاد والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، ونمشيو المقادير وطريقه التحضير. قبل ما نمشيو المقادير وطريقه التحضير، غادي تشوفوا لقطات ديال بديل لورقه البسطيله، وغادي نجاوبكم على الاسئله اللي طرحتوا عليا البارح. ملي كترتاح الكويرات ديال العجين، كناخذوا 4 الكويرات وكنبداو نبسطوا فيهم بشويه بشويه بالمساعده ديال الزيت. كنديروا الزيت القليل فقط، كنديروا مره واحده وما كنبقاوش نعاودوا. كنرجعوا الاولى اللي بسطناها وكنعاودوا نبسطوها. هاد العمليه اللي كنقوموا بها باش كنجعلوا هاد الدائره باش تكون فواحد المستوى واحد، كيف الجوانب وكيف الوسط، ماشي نبسطوا الوسط ونخليو الجوانب. كناخذوا ديك الكريمه وكنوضعوها فوق العجين، وكنزيدوا الدائره الثانيه، وكنديروا دائرات يكونوا قد بعضياتهم، وكنبقاو مستمرين حتى كنكملوا 4 الكويرات. ملي كنكملوهم ما كنخدموش فيهم في ديك الوقيته، كنخليهم يرتاحوا، وكندوزو الاولى اللي خدمنا الاولى كنبداو نبسطوا فيها بشويه بشويه. كنبسطوا الجوانب، ركزوا على الجوانب وبسطوا بشويه بشويه باش كتجيكم مستوى واحد، وكيجيكم هاد العجينه كتجي ورقات يكونوا رقاقين وزوينين بحال بحال. كنت نزلت لكم فيديو ديال هاد الورقه البارح، غادي نخليه لكم اسفل هاد الفيديو. اليوم عطيتكم هاد اللقطات باش غادي تشوفوا معايا وتركزوا معايا مزيان باش غادي تفهموا، حيت جاتني اسئله ودابا كنعطيكم بالتفصيل التفصيل الممل، يعني كنجاوبكم من خلال التعليق ديالي. كنخليو المقله كتسخن، ولكن كنخفوا النار تماما، كنقصوها وكنديروا العجين فوق في المقله مباشره، كنقلبوا وكنبقاو مستمرين حنا كنقلبوا واحد الثانيه فقط وكنحيدوا. وبالنسبه للمقله كديروا في المقله الوجديه، المقله اللي كطيبوا فيها كديروا بحال بحال، ما كاين حتى شي فرق. جاني واحد السؤال، واش نفرقوهم ونحلوهم في المقله؟ الا انا وريتكم باش نوريكم على الفيديو ديال البارح، وريتكم باش شوفوا بان راه كيتفرقوا في ساعة، ما كاين حتى شي مشكل. بحال دابا كننزلوهم من المقله وكنحلوهم بكل سهوله، وكيتجمعوا رقاق الزوينين ما كاينش النقاش فيهم. كناخذوا واحد الطبسيل وكنوضعوا فيه بلاستيك وكنغطيوهم البنات، من الاحسن غتغطيوهم باش يبقاو طريين، ولا بغيتو تخزنوهم يمكن لكم تخزنوهم. بالنسبه للمقادير ديال هاد الوصفه، عندنا واحد صدر ديال الدجاج، كناخذ واحد الفروج وكنغسلوه وكنقطعوه، دائما كنحتفظ بالصدر كنخليه بحال هاد الوصفات، كتجي كطيع عليا القضيه رخيصه. واللي ما عندوش تقدروا تاخذوا 400 غرام ديال الدجاج، اولا تاخذوا 400 غرام ديال لدان، واحد جوج بصلات متوسطين، شويه ديال القزبر او معنوس، عندنا الزيتون بلاطم، شعريه ديال الارز اولا الروز، نص كاس ديال زيت الزيتون، توابل، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، نص معلقه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، 4 الفصوص من الثوم، الملح على حسب الذوق. عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه، هاد الهريسه كتجي بنينه وما كتجيش حاره. الا بغيتوا الوصفه ننزلها لكم، ندير لكم فيديو
قولوها ليا في التعليق ديالكم، غادي ننزلها لكم، كتجي رائعة رائعة جدا، فنة. انا راه وجدتها واحد هذا اسبوع وبلا ثلاجه، كتبقى فنه بلا ثلاجه. وديك الساعه الا بغيتو تقدروا الا حليتو وبديتو كتستعملوا فيها تقدروا ديروها في الثلاجه. المهم ما كيخسر فيها حتى حاجه. ملي غادي تشوفوا الوصفه غادي نشرح لكم علاش. غادي نمشي دابا نقطع البصله مربعات صغار، نقطع الدجاج، نوضع هاد الشعريه ديال الارز في الماء مغلي مزيان، وغادي نديرو في الماء مغلي من بعد واحد خمسة دقائق او اقل، ونقطعها ونصفيها. الزيتون حتى هو غادي نقطعو، الربيع غادي نقطعو، وصافي وغادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نشحرو هاد الشيء كله. غادي نوضعو المقله فوق النار، كنديرو زيت الزيتون نص كاس اللي وريتكم، راني ما كملتوش. المهم عينكم ميزانكم بحال هاد المسائل، اما تكثروا ولا تقلوا بالنسبه للزيت. تقريبا واحد ربعات المعالق ديال الزيت حتى الخمسه، ربع كاس ديال الزيت. كندير هذوك البصلات بجوج مقطعين مربعات، وكنضيف لهم الملحه، وكنخلي البصله شويه تشحر. صافي مني كتنزل واحد شويه غادي نضيف عليها الدجاج. الدجاج قلت لكم 400 غرام، مني قطعته وعبرته لقيت 250 غرام، يعني كميه قليله وجاتني مزيانه. دابا كندير الثوم فوق الدجاج، 250 غرام ديال الدجاج خرجت واحد الكميه اللي هي كثيره ديال الحشو، يعني زوينه زوينه بزاف. انا في الاول كنت قلت لكم 400 غرام، ولكن مني قطعته وحيدت منه داك العظم وعبرته لقيته 250، قلت ضروري ما نقولها لكم. صافي كنزيد التوابل، كنزيد ديك الهريسه صنع منزلي كما قلت لكم في الاول، الا بغيتوه هذيك الهريسه غادي ننزلها لكم ان شاء الله. كنضيف الزيتون مقطع حتى هو مربعات صغار، كيعطي واحد المذاق زوين ديك الحموضه. بالنسبه اللي ما عندوش هاد الهريسه منزليه تقدروا ديروا واحد العصره ديال الحامض، حيت انا هذيك الهريسه فيها الحامض يعني محمضه. كنضيف هاد الشعريه ديال الرز بعد ما سقطرتها من داك الماء وقطعتها، كنضيفها. صافي دابا غادي نجيب الربيع مقطع وغادي نطفي النار، الحشوه ديالي موجوده. صافي غادي نزيد القزبر ومعدنوس، ما نقولش لكم هاد الحشوه شحال بنينه وشحال لذيذه، غادي تجربوها ان شاء الله وغادي تشوفوا بنفسكم. صافي هاد الوقيته طفيت النار، غادي نوريكم الورقه ديالي. كتكون دائما البنات غطيوها مزيان، هي هادي درتها ورقه كبيره على اللي درت لكم في الفيديو، والحشوه ديالي درتها في الطبصيل باش تبرد. صافي ان شاء الله غادي نبدا. كناخذ الورقه وكنقسمها على جوج، كما شفتوا رقيقه رقيقه بزاف. صافي كنتنيها كنقسمها على جوج بلا ما نحتاج ندهنها، حيت هي مدهونه بالزيت. كندير الكميه ديال الحشوه تقريبا واحد المعلقه كبيره تكون عامره. صافي وكنتني الورقه، صافي وكنلف الراس الفوقاني، وكنبدا نوبة على اليمين نوبة على اليسار باش كندير واحد المثلث، وفي الاخير غادي نلصقو بالطحين وشويه الماء حيت باغا نقليهم. الا كنتو بغيتي توضعوهم في الفران بلا ما ديروا ليهم هذا الطحين، نزيدكم وحده اخرى. كنوضعوا الحشو الفوق في الورقه وكنتنيوها بحال هذا الشكل على جوج. كناخذوا في الاول مثلث بحال هكا، ثم على اليمين ثم على اليسار، وهكذا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. الا كانت شي حاجه زياده نحيدوها وغادي نلصقوا.
كملت البريوات ديالي، خرجوا هاد الكمية تقريبا، عبرت داك الدجاج لقيت فيه 250 غرام ماشي 400 غرام، يعني فيه الخير والبركة. المهم اللي بغى يخزن هاد البريوات غادي يشدو واحد البواطة ديال البلاستيك تكون ديال المجمد، وغادي نستو فيها هاد البريوات، ومن بعد كنديرو ديك الورقة ديال الزبدة، وكنديرو الصف الثاني نستو تاني الورقة ديال الزبدة، والصف الثالث، وهكذا حتى كنكملو. ملي كنكملو كنغطيو بديك الورقة ديال الزبدة وكنسدو عليه وكنديرو في المجمد. في حالات بغيتو طيبوهم ديك الساعة يمكن لكم طيبوهم في الفران، غادي تدهنو هاد الطاوة بالزيت ودهنوهم هما بالزيت، وما ديروش الدقيق اللي درت باش سديت، هاد الدقيق اللي درت هنا باش سديت ما ديروش الا كنتو بغيتو توضعوهم في الفرن. انا اليوم جاتني اسئله كثيره بغاوهم مقليين، غادي اليوم نديرهم لكم مقليين باش تشوفوهم. درت المقله فوق النار راهي كتسخن، ودرت فيها شويه ديال الزيت، غادي ان شاء الله نبدا نقلي فيهم. كتسخن المقله وكننقصوا النار، النار متوسطه، وكنديروا الجهه التحتانيه اللي درنا اللي سديناها، كنخليهم حتى كيتحمروا من التحت وغادي نقلبوهم. خليتهم حتى تحمروا، دابا صافي غادي نحيدهم. نحاول نحيد هاد الفائض ديال الزيت، وكندير لهم ديك الورق ديال النشاف صافي، وكنبقى مستمره بنفس الكيفيه حتى كنكمل هاد البريوات اللي عندي. غادي نبدا صافي، غادي نبدا نقلبهم. كنخليهم حتى كيتحمروا كيشدوا داك اللون الذهبي المحمر اللي كيجي زوين صافي، وكنحيدو. هادو هما البريوات ديالي، كيجيو رائعين جدا وزوينين بزاف ومقرمشين وبنان صافي. ملي كيتحمروا كنبقى على نفس الكيفيه كنحيد البريوات كاملين. صافي قليت داكشي اللي كنحتاج، باقي غادي نخزنو، وهذا اللي باقي، وهادو هما البريوات ديالنا اللي كيجيو اكثر من رائع. بالصحه والراحه، السلام عليكم الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.